لكم حبيباتي، ودابا جيت لكم بواحد النوع اخر ديال الكاطو. هذا ما كيدخلش الفران بارد، كنحتاجو فيه شويه ديال القرقاع مهرمش مع شويه ديال اللوز افيلي محمر في المقله شويه مهرمش. كنحتاجو واحد، هنا عندي ربعه ديال 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 الكوك، درت فيها واحد جوج معلقات نتاع زيت الكوك باش تعطيها المذاق يعني ديال الكوك، طحنتو. وهنا البنات واحد الباكيه ديال ماريا، يعني وحده جعبه وحده، ومع واحد ثلاثه ديال التونيك ديال الشوكولاط، واحد الفخيز وواحد كوفريت، حتى هما هرمشتهم هكذا. وكنحتاجو علبه نسلي وعلبه الكراميل، علبه نسلي وعلبه الكراميل. وكنحتاجو هذا ليمون ديال السيليكون اللي غادي نديرو فيهم الاشكال اللي بغينا حنايا، وكندخلوهم للثلاجة. اذا دابا غادي نبدا معكم ندير شويه نسلي، النسلي تبقاو تجمعوا بشويه بشويه البنات، تيبدي تجمع لنا في اليد نسلي مع الكوك. نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى يجمع لنا مزيان، يعني اللي يمكن له يتكور لنا في اليد. نسيت واحد لافاني غادي نزيدها حتى هي البنات. كنزيدو واحد لافاني مع الكوك هنايا وصافي، وكنبداو نعجنو لاباط ديالنا بالنسلي بشويه بشويه، كنخوي حتى كي ناخدو عبرنا ما يجيش يجي جاري وما يجيش قاص حتى داك الحال، الجهد اللي تجمع لنا الكوك ديالنا. داكشي باش قلت لكم تبقاو تزيدو غير بشويه بشويه. هذا كاطو يعني بارد زوين، كيجي بريستيج، كيجي في المنظر ديالو زوين وفي المذاق كذلك. ونيتال نزيد غير شويه البنات، شتو راه ما كملتش الطاسه. صافي لاباط ديالي ديال الكوك ونسلي وجدات. درت فيها جوج معلقات صغار ديال زيت الكوك، عندكم تنساو اللي ما عندهاش بلاش، اللي ما عندهاش دير لافاني بحال اللي درت انا، زيت لافاني على حسب شنو كيعجبكم البنات نتوما النكهات اللي كيعجبكم. اذا دابا مزيان كيتجمع في اليد، غادي نخليه ابار وغادي نفوت غادي نخلط هاد الكوفريت مع هاد اللوز والقرقاع مزيان. هذا غادي نجمعوه البنات بالكراميل، ما كيحتاج لا سكر لا حتى شي حاجه، اصلا كراميل حلو عندو حلويات بارده كيجيو زوينين. ريحه البسطه كتحمق. اذا غادي نخلط البنات باليدين ديالي، بسم الله نبقى نخلط حتى يبدا يتكور لي البنات في يدي يتكور. صافي صدقونا البنات كيجي بنين هذا الكاطو، ما غاديش تشبعوا منه وخاصه الوليدات، الوليدات غيعجبهم بزاف.
بعدين غنزيد شويه الكراميل بلا ما تسخنوا بنات الكراميل طرابين. بعدين صافي هادشي اللي غادي ياخد لي الكراميل غير اللي غادي يجمع ليا لاباط ديالي صافي. بعدين كنضم الجمعات صافي فوالا غادي نبقى نقدر نحربلها صافي البنات. هذا مكان غادي نحربلها البنات ومن بعد نوريكم الطريقه كي غادي نديرو لها. يلا هانتوما معايا وهنا البنات كورتهم خليت غير واحد جوج باش نوريكم الطريقه كي غادي نديرو لهم. كنبزطو هكذا ديك الكريصه ديال الكوك مزيان كنغرقوها وكنخشيو ديك الكويره ديال الكاطو والكركاع واللوز صافي وكنبقاو نحبلوها شدوها مزيان ونحطها. عاود غادي ندير لا ميم شوز الاخرى لهادي. انا خليت لكم غير جوج قدامكم كندير فوسطها الاخرى كذا وكنعمر كامل ندرك كنخبع ديك العقده ديالي كنغطيها كامله بالكوكا البنات. عاد غادي تشد الشكل اللي غنديروا لها في المول. ودابا البنات غادي نجيب لي مول فوالا الشكل اللي بغيتو غادي تحطوه هنا وغادي تبقاو ديروا كوم سا. تبركوا عليه مزيان صافي دخلوه مزيان تثبتوه مزيان صافي وهو غادي ياخذ الشكل ديال هذاك الكراسون تاع القليب هكذا البنات صافي هكذا البنات كتشوفوا مزيان هانتوما كي درتلو. ناخذ واحد الكرايه اخرى كنثبتو كنبقى نبرك ناخذ الاشكال اللي بغيت مزيان كنبرك ونثبتو مزيان حيت اصلا حيت غادي يبرد مزيان غادي يقصح ونتينا غادي تشكليه على الشكل اللي بغيتي تحطيه حيت اصلا هاكي كيجي البنات حيت غادي يبرد ويقصح كيجينا دابا خليته يبرد. دابا ندير له هكا حتى نكمل البنات كلشي الاشكال ديالي كياخذ الشكل ديال الكراسون برك عليه مزيان باش ياخذ داك الشكل كامل وانا غادا معاه حتى كنساليها البنات هكذا حتى كنسالي الكريات ديالي كاملين كندخلهم داخل كيجي بنين وكيجي الشكل ديالو بريستيج زوين يعني ما عندكم لاش تخافوا منه. من بعد كديري الفينيسيون كتقديه مزيان وتعوطيه فهمتوا باش ما كيجيش خارج وما كيجيش كتجي وحده زايد لها مثلا فيها الزياده غادي نحطها الاخرى ثاني اللي خاصها تنقص الاخرى غادي نجمعها مزيان كوم سا. يلا هالبنات حتى نسالي ونوريكم الشكل ديالو كي غادي يكون يوجد. ولا ميم شوز غادي نعمر حتى هاد الاشكال ها هما كي عندي الاشكال مختلفين غادي نعمرهم حتى هما حيت نسالي ونوريكم كي غادي نقدمو. يلا حبيباتي نتوما معايا
واه حبيباتي، الكاطو ديالنا بريستيج نتاع الكوك معمر بالكوفريت والكركاع واللوز، زوقته على هاد الطريقه. القليبات عمرتهم بالكراميل، درت الكراميل وزدت معاه معلقه ديال الناباج والجليكوز وسخنتهم مزيان، عاد عمرت بهم دوك القليبات الصغيرين الخويه. هنا درت عشوائيا الشوكولات ودرت لهم شويه ديال الكركاع باش نعرفوا بان راه المحتوى فيه الكركاع، وهادو عاديين. شي خليتو رضا خليتها سامبل، ورضا درت لها الكراميل عشوائيا، ماشي زعما شي حاجه يعني يعني داكشي مصايب عشوائي كوم هكذا. وشوفوا كي جا المنظر ديالهم، وما نقول لكمش على المذاق البنات، المنظر هائل والمذاق هائل ورائع جدا لا يقاوم. كنتمنى انكم تجربوهم البنات وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاوكم، ما غاديش تندموا الا جربتوا هاد الوصفه، وهي بسيطه ما فيهاش بزاف المحتويات، ما غالياش، كتنقى مرخيصه، ولكن المنظر ديالها غزال كيشرح النفس. نتمنى انه يعجبكم هاد الكاطو نتاع اليوم، تقدموه للاحباب والاصحاب والعائله والوليدات طبيعه الحال. ما حلوش بزاف، راه واخا درت له نسلي ما جاش حلو بزاف، ولكن المذاق ما نقولكمش على المذاق، رائع هائل 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 هائل. يلا حبيباتي، موعدنا في الفيديو المقبل باش نوريكم العقده ديال اللوز، غادي ندير بها ثلاثه التشكيلات. يلا مع السلامه حبيباتي، مع السلامه.